صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا بفقرة فاشن من أحلى صباح. ارتبطت الموضة عبر الزمن باليد العاملة الحرفية يلي بتتميز بتنوعها وجمالها من خياطة، نسيج، تصميم وتصوير، واستخدم الحرفيون التقنيات القديمة لإنتاج قطع فنية مبتكرة وجديدة. بالإضافة إلى جمال الموضة الفني والحرفي، الموضة الفنية الحرفية اللبنانية تحديداً يلي بتفتح وبتفسح المجال للعديد من النساء والصبايا ليكون عندهم فرص عمل، وأيضاً تدعم القضايا البيئية والاجتماعية بالمجتمعات يلي ظروفها قاسية. جوليا براند، هالبراند يلي كتير حلو اللي حتعرفوا عليها اليوم، هي اليوم عم تفسح مجال من خلال الموضة لتحول حياة العديد من النساء العاطلات عن العمل لألوان وإنتاجية وأيضا استمرارية وجمال. جوليا براند هي هاند ميد كلها حرفية. بيسعدني اليوم استضيف معي مؤسسة جوليا براند هالموضة اللبنانية الهادفة والجميلة والراقية ليانا حداد. أهلا وسهلا فيك معي بفقرة فاشن أحلى صباح. بيسعدني استضيفك معي اليوم. Thank you, merci على الفرصة وللمشاهدين. بدنا نخبر المشاهدين أول شيء أنك حضرتك عشت فترة طويلة برات لبنان، ولدت ببوسطن وتنقلت بين أمريكا ولبنان. اي بلد حسيتي لك انتماء له اكثر وليش قررت ترجعي تفتحي البزنس تبعك يكون بلبنان؟ اكيد ما في شك انه انا هون بلبنان لانه كثير بحب لبنان، يعني كل حياتي كنت نص بالباستن ونص هون بلبنان، وحسيت انه قد ما فليت من البلد على طول برجع لهون، يعني كل فرصه بيجي لهون. فهالمره بس خلصت الماسترز واليونيفرسيتي وكل شيء، جيت هيك لفرصه بس قلت خليني اعمل شيء وقتها ما اكون هون، بركي فيه ابقى اذا عم بلشت شغل هون ونجحت ان شاء الله ببقى، ليش لا؟ نعم، صحبك للبلد خليك انك ترجعي، مع انه اكيد هونيك عندك كثير فرص انك تشتغلي خصوصي مع الوالد، يعني انك تبقي هونيك. مزبوط، بس هون على طول يعني بتعرف الناس غير، الحياه، الطبيعه، الاكل، الله، بتحسي كل شيء اقرب هون بلبنان من برا. بس اكيد بحب بوسطن و I'm so thankful for the opportunities that Boston gave us with my family business و my father وكل شيء my mother. طبعا yeah. جوليا، اول شيء اللي انا بدنا اخبرهم انه جوليا براند هي جديده، ولدت سنه 2019 نو 2022 سبتمبر. نعم، خبرينا شوي اول شيء قبل ما نروح على جوليا براند، نخبر شوي المشاهدين عن الهارت اوف يوث، هالجمعيه شو كان لك دور فيها وشو بتعنى هالجمعيه؟ Heart of Youth الجمعيه بلشناها ب 2019. نعم. Me and our friends 12 من رفقاتنا عايشين كنا وقتها بالبلد، رفقاتي انا كنت برا. من وقتها صار الايكونوميك كرايسيس وقلنا انه بدنا نساعد لبنان كلنا قد ما فينا من برا. نعم. فحكينا قلنا اوكي خلينا نجرب قد ما فينا نساعد التلميذ باللبنان اللي عايزين الفاينانشال سبورت، ونحن بنجيب هالفاندينج من برا. يعني كل انا مثلا نعمل دونكن سبونسرشيبس، نعمل يوغا ايفنتس اونلاين تنهوست تو جيت ماني، نعمل ماراثونز بباستن، وصرنا انترناشونال ان جي او، وي ار هوبينج انه نكمل نقدر نساعد مور فاميليز مور سكولز ان نيد برايمري ادكيشن. يعني صراحه رغم صغر سنك عم تقدري انك تساعدي مش بس يعني التلاميذ يلي بحاجه، نحن هلا كثير بحاجه، في تلاميذ كثير بحاجه لهذا الموضوع بلبنان، انت كمان ايضا عم بتساعدي النساء اللبنانيات والسيدات، يعني عم تفتحي لهم مجال ليقدروا يشتغلوا. انت بتحبي كل شيء هاند ميد، يس، سو هيك عم تشغليهم بهيدي الطريقه ليعملوا هالجزادين الحلوين يلي عم نشوفهم، وكثير انشهرت بسرعه البراند تبعك بلبنان. خبرينا شوي عن كيف بلشت فكره جوليا براند. جوليا كايند اوف من ورا الانسبيريشن، من ورا الجمعيه، قلت خلينا اعمل شيء كمان نقدر تيناتنا نساعد بعض البلد ونحن تنقدر نساعد بعض اكثر. فقلت خلينا اعمل هالكارير اللي تعلمتها بالماسترز البزنس الانترناشونال بزنس والفاينانس والماركتينج، عملتهم كلهم سوا، حطيتهم كلهم سوا، وقلت شفت بس كنت جايه بلبنان هالفرصه هالفيكيشن، شفت انه كل النسوان عم بيشتغلوا بايديهم، حتى الشباب
بس شفت هالتالنت كتير بعدهم موجود باللبنان، بس ليه؟ انه قبل صار ما صار في تكنولوجي ونيو بروسيدجرز ما بقى عم نشوف عن جد، عم نستورد كتير والعالم ما كانت كتير عم تتحول انها تشتغل هون باللبنان. مزبوط. هلا لانه في ايكونوميك كرايسيس ما بقى في شغل كتير، وكان كل العالم دي كانت اكسبورت امبورت، فانه صاروا يشتغلوا بايديهم لانه ما بقى في شغل وهيك قد ما كان. نعم. فقلت خليني استعمل هيدا التالنت واعمل مودرن ديزاينز يوزينج التراديشنال تكنيكس اللي هي من زمان كيف يشتغلوا. نعم. فهيك خلق جول، يعني شفنا انه عن جد في سكسس، وكنت اول شيء هابي، بعدين عن جد طلعنا. يعني قدرت تجمعي بين شغفك للموضه وحبك للمساعده بهالبراند، خبرينا عم تقدري تحقق اهداف منها؟ عم تقدري تساعدي كثير نساء؟ كيف تختاري هالنساء يلي بدها تشتغل؟ هل بتقومي بتدريبها؟ بتعملي لهم تريننج؟ الحمد لله. اول شيء بلشنا يعني هيك بالصدفه، يعني word of mouth، يعني كنت انا عم بشوف شغلهم بقول لهم يي فيك تعملي هالديزاين، انا بعرف الزبونات اللي بحبه. وشوي شوي صرنا نتحط على السوشيال ميديا وحبوا شو عم نلبس، وبعدين صار النسوان يجوا لعندي يشوفوني يسالوني انه كيف اذا انا بدي اشتغل، وصار عندنا 20 يعني كثير عندنا 20 نسوان بدهم يشتغلوا نساء، وانا قد ما في سايد اكثر بحب. هل بتاخذي وقت كثير لتعملي لهم تريننج؟ وين بيتم التريننج تبعهم؟ هلا هي التريننج صعب شوي، بدها وقت، بس المهم انه دونت لوز هوب، يعني عن جد بتجي عن جد مره ما بتعرف ابدا تشتغل بايديها، بس بدها عايزه الشغل. يس. بعطيها هالموتيفيشن هالبوش بعلمها، فبتاخذ عن جد شي ميبي 1 مانث تريننج، بس اذا عم تعمليها مع ذات الاذر وومن ات ذا سيم تايم سو بتفوت بالجو. هل بتلاقي عم تواجهي صعوبات ثانيه بالماتيريال، بانك تلاقي الماتيريال مثلا لهال؟ في تشالنجز بهالشغله، لانه باللبنان وي دونت برودوس اول الماتيريال اللي انا عايزين بجوليا، لانه كثير وي فيري بيكي على الماتيريال والكواليتي كنترول، واذا تايم ديلي تيوصل على لبنان في هالبروبلم، وال اول ذا تايم البرايسز عم فلكتشويتنج من ورا شو صاير هلا بالايكونومي، فعطول عنا هالبروبلم بالتايمينج والرا ماتيريال والتريننج، يو نو، بس ات ذا سيم تايم ذا بوزيتيف نعم از مور ذان ذا نيجاتيف. نعم، هون عم نشوف انه بيتميزوا فعلا بكواليتي كثير عاليه، ان كان من اختيارك للبيدز ولا للكروشيه للخيطان، وايضا لكل شيء ماتيريال يعني متعوزيه. هون خبرينا شوي، بركي منفرجي شوي المشاهدين بعض الصور، وفينا نفرجيهم لايف كمان بعض الجديدين وتخبرينا عنها. خبرينا شوي عن هالجزدين. This one in your hand is اسمها منارة، يعني كل جزدين الموديل مسمى من وراء ديستريكت بلبنان، يعني نعم هوني من قد ما بتحبي لبنان عم بتسمي الجديدين حتى على اسم ضيعة او مناطق لبنانية. نعم، هيك بيحس بتحسي اقرب على لبنان. نعم، يعني حدا من برا عم بيشوف غراضك، ونحن ذيس از البوينت انه تفرجي الدنيا العالم التالنت تبع لبنان. هوني بدقول انه الكواليتي مبينه حتى من تقله للجزدين، قالوا البيتزا عن جد كثير مرتبين يعني وكثير حلوين. هيدا الجزدين الاوريجينال اللي بيبقى مع تيابي، شو هي منارة لونج. منارة بيدك ومنارة لونج بالتاني. عم نشوف انه في ديفرنت سايزز والالوان هي كمان مختلفة وبتروح مع كثير قصص، وهلا صيفية كمان. هلا احنا نرجع نحكي انا وانت عن شو دارج الوان هيدا الصيف. طبعا هيدا الجزدان الصغير المهضوم البينك هون، هلا كل شيء جزدان صغيرة سرسو هي ترندي سرسو كثير مهضوم. كريستال كريستال مبين انه اثقل من هوليكي. وفي هيدا نعم، هون عم نشوف انه كمان اسم البراند موجود جوا بقلب الجزدان. This one is the crystal version. عندك يعني حسب البرايس شو ما بدك. في مور افوردبل وفي مور لوكجيريوس حسب انت وير. طبعا بالنسبه للكروشيه، بالكروشيه في بنلاقي منه بلبنان it's polyester و very very good quality. يعني نحن كل ال unique part of this is الشغل الإيد هون. نعم، نحن أجمالا عم نشوف الكروشيه هيدا الديزاين أكتر شيء بلبنان. هون عم نشوف إنك أنت معتمدة different designs مختلفة. This is the young generation بيحبوا كتير هالستايل. You can wear it on your shoulder it's very durable. كتير حلو يعني it's very nice. نعم، وحتى الألوان كتير حلوة. هو لفتنا كتير هيدا اللي كله ملون وصغير كتير اوريجينال، خارج يعني ايفنت او عرس. نعم This is روشة كله بيرلز يعني
Yes, this is Rauche. It's also from Glass Pearls. نعم هون بدنا نقول انه الباكيت دريس هو كثير على الموضه السنه بجميع احجامه. نعم يعني حتى على سهره على عرس كثير حلو. هلا هون بدي اسالك اذا بتعملي انت كاستم ميد يعني يلي بحب انه يعمل شيء معين لون معين قياس معين هل بيقدر يوصيكي ولا لا؟ فينا اذا في اكسبشنز مرات اذا حدا عايش شيء خصوصي يعني نعم بس عادة ما بنجرب نعمل هالشيء بنضلنا از موديل ديزاين. انا كثير حبيته هذا لبسته حتى يعني هيدي مينيمونو فيك تقصريها قدك يعني مثل ما بدك نعم انت. بتتأثر هيدي يعني حتى بتنلبس از اكسسوري يعني اتس فيري هلا وي ويل شو يو ذا بيكتشرز اوف ذا فاشن ترندز لابسين مثله كمان بس كنت عم شوف بعمل ريسيرش كثير تشوف الترندز شو صاير نعم فذيس وان واز فيري بوبولار بس ديفرنت فوسفوريك كلرز عنا عم نعمل كثير كلرز منهم بيلبسوها مع بليزر واللون العكس كومبليتلي نعم تيعملوا ميكس اند ماتش او بيعملوا كونتراست نعم بعرفش هيدا كمان كثير لفت نظري اسمه ستاركو ستاركو يس كمان كثير حلو مهضوم هيدا من البيرل مصنوع مزيد. هل اكيد بدنا نقول للمشاهدين انه هلا فينا نشوف بالصور انه في عده الوان مش بس هول هن يعني من كل ديزاين هلا هول اللي قدرت تفرجينا رح نشوف شوي بعض الصور وهيك تقدري كمان تخبرينا عنهم هيدا الستاند يلي بتستخدميه لعرض البراند تبعك هون بنخبر شوي المشاهدين عن الالوان كيف عامل الميكس اند ماتش مع الالوان والكونتراست This is you can see عم بيعملوا بلو with بيربل يعني شيء كومبليتلي ديفرنت دوينج كلر بلوكينج نعم والسبينك هيدا كثير نحن معودين عليه على طول عم يتجدد كل سنه فوشيا از فيري بوبولار ذس سمر وذ ذا بلو كثير حلو هالكومبينيشن اي لاف ذيس كلر هي اكثر شيء حسيت انه اتس غانا بوم هالصيفيه وعندك هون عم نقول انك عم تلحق الموضه دائما بكل التصاميم يلي عم بتقومي فيها اكيد مع التاتش وال يعني الخاصه فيك مزبوط نعم بس جريئه وكثير اوريجينال بتخبرينا شوي عن This is Tabaris bag في كثير هلا دارج هاند ميد باجز ذس سمر سيزون This is also our headline photo of Rauche and Manara Long see the blue and the green كثير حلو الكونتراست very nice attractive color blocking yeah color blocking نعم هون كل الالوان يلي هي فلاشي قويه هي ترند لهيدي الصيفيه مشاهدينا فيكم تقووا قلبكم وتروحوا لالوان جدا فاتحه مثل الالوان عم نفرجيكم اياها مزبوط نعم يلي حابب يتسوق البراند تبعك نعم وين موجودين خبرينا بابيسي دبي بابيسي فردان هلا صار ابيسي دبي ببيروت مع اللبنانيز ديزاينرز yes. نعم ليفل 1 وليفل 2 نعم اند وي هاف اونلاين اون اور ويب سايت joliabrand.com We're going international. وفيكم تعملوا مسج على انستغرام جوليا براند. All our social media platforms فيكم تحكونا عليه. نعم هون عم نشوفوا المشاهدين ال social media page تبعك نعم ليقدروا اكيد اذا حبوا يتسوقوا يعني بتبعتي انت للبنان ولا برات لبنان طبعا. كمان ابيسي فردان بدي اقول لك مبروك. صار لك تقريبا 2 ويكس بابيسي فردان وقالوا لي انه you're doing very very well there. Thank you so much. عن جد بدي اقول لك انه فعلا انه مع انه ما لها كثير زمان البراند بس بتميزها بالكواليتي تبعها لانها كمان هادفه وعم بتساعد كثير عالم انشهرت كثير كثير بسرعه واصداء كثير حلوه عنها. هون بدنا نخبر شوي ايضا المشاهدين حضرتي لنا شوي عن الترند لهيدي السنه شو القصص الدارجه لهيدي الصيفيه ان كان الوان ولا كان شيبس للجديدين Yes, definitely. We're seeing a lot of big differences. يعني أو كتير كتير large bags. نعم. أو عم تشوفي very very mini bags مثل الميني مونو هون أو السوسوك. It's crystal material. فهولي they're getting very trendy ومع phosphoric colors مثل حضرتك لابسة very beautiful yellow blazer color, نعم. with the purse is yellow like a very pop of color نعم أو حتى الجرين مثلا بيطلع كتير حلو يلي حدك مع التيب تبعي بيطلع كتير yes, stylish very yes. very contradicting okay. and crochet handmade is we're still seeing من هيديك الصيفية بعدون عم تنقل على هالصيفية يعني كمان. حتى عم نشوف بالتيب الكروشيه كمان دارج حتى بالاكسسوار عم نشوف انه في كتير yes. necklaces Yes. او earrings very big عم ينعملوا من الكروشيه very true very true نعم كمان عم نشوف انه كل شيء جنازير او chains
بالجديدين او بالتياب عم شوفه كمان انه كثير ترند من هذيك الصيفيه. يمكن فين كفايه معنا لهذا الصيفيه. انت حضرتينا تو سلايدز كمان نفرجيهم للمشاهدين لنقدر نخبرهم شوي شير يقدروا يشوفوا الصوره اوضح. كثير عم بحب الفيديوز وكيف عم بتسوقي للبراند ايضا صراحه. يعني عم تسوقي لها بطريقه كثير ستايلش بالريلز يلي عم تعمليهم. Yes, very personal, friendly. This is the template we wanted to show you of the fashion trends. نعم خبرينا شوي أكثر بالتفصيل عنه. Here on the corners حطينا الألوان اللي دايجين أكثر شيء بهالصيفية. نعم. شيء فوق في الأورنج، الريد، الجرين، الفوشيا، الأصفر، الأزرق. هولي أكثر شيء. يعني كلها vibrant, positive. كلها عن جد تعطي حيوية هالألوان. كتير حلوة. نعم. وthis is شفت إذا you can see Chloe brand they are also عم بيستعملوا هلا كروشيه. You have the Prada كمان كروشيه ستيلا ماكارتني. هولي كلهم عم بيكونوا يعني luxury brands كمان عم بيفوتوا هلا بالكروشيه. نعم بال يعني بكل شيء إن كان الجزادين الكبيرة ولا الجزادين الصغيرة. وكتير خصوصي درجين يعني ستيل هيك للبحر كتير practical يعني. Yes. شو ما بدها بتحط فيها و لأنه كروشيه is durable بالداين ماركت very good material. طبعا هون بدي أطلب منك توجهي كلمة للمشاهدين قبل ما نختم أنا وأنت اليوم. بدي أقول لكم أنه ميرسي كتير أنه عم تحضرونا وعم تعبونا وأنه كتير نحن عايزين السبورت تبعكم. و I'm very honored أنه وصلنا لهون تنقدر نوصل هالرسالة تبع جوليا. And the more you help support Jolia by purchasing, كمان بتكونوا عم بتساعدوا small businesses وراها اللي بيشتغلوا بإيديهم اللي عايزين income عايزين شغل. فنحن we are a team. It's a win-win situation. قد ما فينا نساعد لبنان ضل هون للبنان. We will lift each other up ونفرجي هالتالنت للthe world. And we are able to hire more people. إذا بتعرفوا حدا عايز شغل يشتغل بإيديهم حتى شباب أو نسوان كمان أهلا وسهلا فيكم تقدموا على الابليكيشن تبعنا على الدي أم على إنستغرام جوليا براند. نعم هون بما أنك فتحتي هيدا الموضوع قبل ما ننهي بتقول أنه في عندك مشاريع مستقبلية مشان هيك عم تطلبي من العالم أنه يحكوك إذا هن بحاجة لشغل. شو المشاريع المستقبلية بنخبرهم بس ليقدروا يفهموا شو الفكرة عن الشغل؟ نعم عن البلاتفورم اللي أنت عم تفكري فيها. يعني نحن هلا مباشرين بالباكس. نعم. اكيد بس نحن عم نفكر اكيد وان داي ان شاء الله نفتح بلاتفورم يكون كل هالتالنت تبع اللبنانيه نفرجيه على البلاتفورم تبع جوليا. تكون كاندلز بلشنا بالكاندلز تكون بيلوز يعني كل شيء ارتيزانال كل شيء شغل ايد قصدي كل شيء حرفي. Yes. نعم هو مش بس انه الجزائريين رح يكون فيها على البلاتفورم كل شيء خصو بحرفي وارتيزانال. Yes. نعم شموع انت اوريدي بلشتي بالشموع. Yes we did the soy wax candles and everything يعني مثل داريش بنحط التويست تبعنا اللي بنحس كثير بتعمل بوم بالعالم. نعم يعني بتحول اي عمل لحرفي لشيء كثير ترندي لطريقه يلفت النظر ويقدر انه يشجع العالم انه تشتري. سو انت بحاجه ليد عامله يعني مشان لتقدري اكيد يكون عندك هالناس اللي يساعدوك لتقدري توصلي او تعملي الفكره اللي انت بدك اياها. بدي اقول لك انه عن جد نحن وي ار ريلي لاكي تو هاف يو توداي. انت شخص انسبايرينج كثير لكل الصبايا والشباب اللبناني لانه عم بتفكري بطريقه جدا هادفه انه الشغل مش بس للمردود المالي كيف تقدري انت تساعدي فيه. مشاهدينا بدي اطلب منكم اي جزدان بتشتروا من عند جوليا براند بتكونوا عم بتشجعوا فيه مش بس اللي يعني بتكونوا عم بتشجعوا فيه كل هالستات يلي عم بيشتغلوا من بيوتهم ليقدروا يستمروا ويعيشوا بهالظروف القاسيه يلي نحن عم نمرق فيها. بدي اختم معك بدي اتشكرك كثير. انا بدي اقول لك انه انا كثير بحبك وبتمنى ان استضيفك مره ثانيه معي بالبرنامج. مشاهدينا ملتقيه معكم بجدد الاسبوع القادم انطرونا.